عايزه اخد حضراتكم لصحيفة نيويورك تايمز الامريكيه، واحنا برضو يعني بنهتم قوي ان احنا نشوف كده العالم بيتكلم عن ايه والميديا الاجنبيه بتتكلم على ايه. في اصابع اتهام دلوقتي متوجهه ناحيه اسرائيل في الهجوم اللي اتقتل فيه العالم السوري الرفيع عزيز أصبر. وانا الحقيقه كنت يعني مستاء جدا انه في ناس يمكن ما تعرفش قيمه هذا العالم. حركته بس يعني ادخلوا على جوجل كده واكتبوا عزيز أصبر، او اكتبوا يعني العالم السوري عزيز أصبر. هو اتقتل يوم السبت الماضي، وهو احد اهم علماء الصواريخ في سوريا. نيويورك تايمز قايله في موقعها في تقرير كده، عامله ارتكل على موقعها الالكتروني او امبارح الاربع، قايله فيه انه أصبر كان ناوي يجمع ترسانه من الصواريخ، والترسانه دي دقيقه التوجيه ممكن اطلاقها بدقه بالغه ضد المدن الاسرائيليه على بعد مئات الاميال. وانه كان الحقيقه وهو بيشتغل على الابحاث بتاعته كان عنده كامل الحريه للوصول لاعلى المستويات داخل الحكومتين السوريه والايرانيه. ما هو اي باحث بيعمل بيشتغل على مشروع بيبقى محتاج سبورت ومحتاج دعم. وبالتالي هنا كانت نقطة مهمة انه هو كان ليه فول اكسس، او يعني قدرة كاملة انه يقدر يدخل على اي حاجة من البحوث كان محتاجها، او اي معلومات كان يقدر محتاجها ياخدها. عزيز أصبر كان مدير لمركز البحوث العلمية، وكان في مات ازاي رحمة الله عليه، كان في انفجار استهدف سيارته في مدينة مصياف بريف حماة وسط سوريا. والصحيفة بتقول انه على ما يبدو، دي نيويورك تايمز، على ما يبدو انه الموساد زرع هذه القنبله في سيارته. وقايله كمان الجريده انه دي مهمه الاغتيال الرابعه على الاقل من قبل اسرائيل خلال 3 سنوات ضد مهندس اسلحه معادي على ارض اجنبيه. وده بحسب مسؤول كبير من وكاله استخبارات في الشرق الاوسط، ما قالتش اسمه الجريده نيويورك تايمز، بس قايله انها بتعتمد على المعلومات اللي المسؤول الكبير ده قدمها، وانه تم ابلاغ وكالته بشأن العملية. يعني هو الرجل المخابراتي ده، المسؤول المخابراتي ده اللي قال لهم انه اسرائيل هي المسؤولة عن 4 عمليات اغتيال لعلماء وناس مهمة، قال لهم انه او هم الجريدة قدمت المعلومات دي كمان للجهة اللي بيتبع ليها. تم ابلاغ وكالته بشأن العملية، وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، رضي يدي النيويورك تايمز المعلومات دي لكن بشرط، عمل معهم صفقة انه ما يكتبوش اسمه. بحسب المسؤول الاستخباراتي الشرق الأوسطي فإن إسرائيل تتعقب أصبر منذ وقت طويل، وهم طبعا هم الإسرائيليين فاكرين أنه أصبر كان يقود وحدة سرية لتطوير الأسلحة وتسمت القطاع 4 أو سيكتور 4، وكان بيشتغل على بناء مصنع أسلحة تحت الأرض عشان يحل مكان اللي إسرائيل كانت ضربته لو تفتكروا السنة اللي فاتت تقريبا ودمرته. نروح لخبر آخر.